استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، إلى جانب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد والمشرف على مجلس الجامعة العربية، وسفير هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة، والسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد أحمد أبو الغيط قدم للسيد الرئيس درع العمل التنموي العربي لعام 2020. إننا لا نجتمع اليوم لتكريم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو غني عن التكريم ولا ينتظر جائزة من هنا أو هناك، وإنما الهدف هو تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال التنمية، وهي تجربة صارت لها ملامح مميزة وخصوصية واضحة. فهذا الدرع، درع العمل التنموي العربي، تهديه الجامعة العربية بواقع ترشيح من لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك لقائد عربي من أصحاب الإنجاز المتميز والعمل غير التقليدي في مجال التنمية. والهدف هو أن يقف الجميع على خصائص التجارب الناجحة ليتم تعميمها والاستفادة منها، وأيضا لكي يعرف الجميع الصعوبات الكبيرة التي تصادف من اختاروا الطريق الصعب، طريق البناء والتغيير، حتى تتوالى النماذج الناجحة وتدب روح الإنجاز والعمران في أرجاء عالمنا العربي على اتساعه. والحق أنكم فخامة الرئيس منذ اليوم الأول اخترتم الطريق الصعب، طريق التغيير والإصلاح. هو طريق صعب لأن الأسهل دائما هو إدارة الأوضاع على ما هي عليه من عوار. هو طريق صعب لأنه ما من إصلاح إلا وله ثمن، وما من تغيير إلا وينطوي على تكلفة. هو طريق صعب لأن اقتحام المشكلات الحقيقية بجراءة وثقة يحمل الشعب والحكم معا أعباء فوق الطاقة. ولولا ثقة الناس في قيادتكم وإخلاصكم ما تحملوا تكلفة التنمية وثمن الإصلاح. فخامة الرئيس، إن درع العمل التنموي العربي يشرف بأن تكونوا حامله لهذا العام. شكرا لكل ما قدمتموه وتقدموه لبلادكم وللعرب جميعا، وشكرا لدعمكم المستمر للجامعة العربية. شكرا سيادة الرئيس. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العدني وزير السياحة والآثار. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة أنشطة ومشروعات وزارة السياحة والآثار، وقد اطلع السيد الرئيس على جهود استئناف الحركة السياحية وكذلك ما يتم تقديمه من حزم تحفيزية لدعم قطاع السياحة، حيث وجه سيادته بالحفاظ على العمالة بالقطاع السياحي وتثبيت أوضاعها خاصة في ظل الدعم الحكومي للقطاع استجابة لتداعيات جائحة كورونا وكذا البرامج الحكومية التحفيزية الموجهة في هذا الإطار. كما وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود الارتقاء بالمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية في إطار نهج الدولة المستمر لاستعادة وإبراز الثقافة والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، وذلك من خلال أعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية وإقامة المتاحف أبرزها المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة. وقد قام السيد وزير السياحة والآثار في هذا الإطار باستعراض جهود الوزارة لاستئناف الحركة السياحية بما فيها معدلات الرحلات والسائحين الأجانب خلال الفترة الماضية في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وكذلك عدد المنشآت السياحية التي حصلت على تراخيص التشغيل تماشيا مع تعليمات الحكومة في هذا الصدد، فضلا عن أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيرا إلى عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين السائحين الأجانب خلال الأشهر الثلاثة الماضية في المحافظات السياحية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لاحتفالية موكب المومياوات الملكية المزمع إقامتها قريبا، وكذلك الخطوات التنفيذية لكل من المتحف المصري الكبير ومشروع تطوير طريق الكباش.
وقد وجه السيد الرئيس بإتمام تلك الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية مثل موكب المومياوات الملكية على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة.